شيخ إن شاء الله تعالى سلام دوانتان إن شاء الله تعالى سعد محاضرة كنت من إن شاء الله تعالى وقال الأسطول يعني أهل دونا بعد الغدامة كلا صلى الله عليه إن شاء الله تعالى شيخ علي أمان الله كل الله من ظلمين إلى الكريم الله حالو جنان برار الجنة إلى مهيم عيش مدكوان إن شاء الله تعالى ولكي أسئلة إلى مسؤالة هاي galan ka sheegi doona dadka waraaqada ay kala qaadi doona waxba meelaha la isku xasuusinayo hadduu qofku ka dheeraado